شباب قناة شباب نت والسلام عليكم. نجح دولي المغرب حكيم زياش نجم أياكس أمستردام في هز شباك فالنسيا مساء يوم الأربعاء على ملعب المستايا في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. وبحسب شبكة أوبتال الإحصائيات فإن حكيم زياش ساهم في هدف سواء سجله بنفسه أو صنعه في آخر 5 مباريات متتالية لأياكس أمستردام بدوري أبطال أوروبا. ونجح زياش في تسجيل هدفين وصناعة 3 آخرين خلال 5 مباريات متتالية كأطول سلسلة مساهمة في الأهداف مع أياكس في دوري الأبطال خلال القرن الحالي. هذا وأشادت صحف أوروبية بالأداء الذي قدمه زياش رفقة أياكس، حيث أشارت صحيفة بي بي سي الإنجليزية إلى أن زياش قاد فريقه إلى الفوز أمام فالنسيا بهدف أكثر من رائع. واعتبرت صحيفة كيكر الألمانية زياش رفقة الحارس الكاميروني أونانا من ساهم في قيادة أياكس إلى فوز ثمين من المستايا. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه. اللقاء.